عنهم بالتفصيل. بداية الحديث معك مايا، شو هي حملة الشارة البيضاء؟ حملة الشارة المرأة بالضبط، يعني هي كل ما هي على 16 يوم. مايا دايما ود، اهلا وسهلا فيكي. ماتر، وين صار مشروع عنوان حماية النساء ضد العنف الأسري؟ وشو هي أبرز عناوينه؟ أدخلت اللجنة، وشو هي أبرز الملاحظات يلي حضرتك؟ يعني بالقراءة فنحن سيدة تقدر تحمي بنت مهما كانت طائفتهم ووضعهم القانوني والاجتماعي. دايما بنقول إذا حميت. ليلى عوادة، أهلا وسهلا فيكي. مايا عمار، أهلا وسهلا فيكم. بس بدي أقول إن شاء الله لكم، يعطيكم الف عافيه لهالحمله المهمه جدا. يا اهلا مشاهدينا، فاصل اعلاني ومنتابع، خليكم معنا. المقبل باول كينون الاول بكنيسه القديس مار يوسف بالاشرفيه. بدايه لايمتى بيستمر هالمعرض؟ لنهار اخر الشهر لحد يبدو قبل كم يوم يحطوا شجره الميلاد والزينه الى ما هنالك من التفاصيل المتعلقه. توقيت المعرض كثير منيح، دائما كل سنه بتوقتوه بهيدا الوقت. لازم يكون المعرض مفترض بمناسبه معينه، ونحن عرفنا انه حضرتكم بتنظموا سنويا معرضين. المعرض الثاني باي مناسبه؟ بعيد زيتون بيكونوا متواجدين بالمعرض؟ يا بيزيدوا يا سيدات بيعرضوا كل الاعمال الحرفيه. كمان اذا بتحب تضيفي شيء حول هالمعرض؟ ابدا، نحن بدنا نشوف. من سنين احنا يعني عم تحكي عن 8 سنين مازن، اكيد كل سنه بتفرق عن السنه اللي بعدها واللي بعدها بتكون احسن من اللي قبلها. اكيد ورح نحكي بالنهايه عن الموضوع اللي طرحته، لكن من سنه لسنه شو قدرتوا حققتوا؟ هلا كيف كان اللي عم تتعاطوا معه؟ هلا مجرد وجودنا ل 8 سنين معناتها في معقولة التلاميذ يتراجعوا بهالبرنامج، ولا بالعكس عم يتحمسوا أكثر؟ صراحة التلاميذ بفوتوا حكينا عنا، حصلتوا على السنة الماضية على جائزة الأمين العام للأمم المتحدة، شو أهمية هالجائزة؟ هلا خلال 6 تلاميذ من عنا جهة معينة يعني السنة الماضية جي سي بيروت السنة الثانية، ليش اختاروكم لإلكم الأمم المتحدة؟ من لازم شاب الدين، نحن بدنا نشكر حضوركم معنا، أنجزتوا سمعة مضيئة للبنان، صيت عالمي من فوق أعلى منبر للأمم المتحدة بالعالم، أهلا وسهلا فيكم، نحن فخورين فيكم أكيد. يا هلا، يعطيكم العافية. مشاهدينا من لبنان رينا الشيباني رح تشارك بمسابقة ملكة جمال لإلكم، تقدروا مشاهدينا تصوتوا لملكة جمال لبنان عبر الويب سايت اللي عم تشوفوا أمامكم على ملكة جمال الكون. مشاهدينا رح نشوف سوا هلا معرض